سلام البنات، اهلا وسهلا بكم. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم لكم واحد الخبيز سبيسيال، تابعوا معايا باش تعرفوا. عندي البنات زلافه القمح، زلافه الفورس، وزلافه الفينو. دي زلايف قد قد البنات، وعندي عندي واحد المعلقه وعمرش ديال السكر، الملح. البنات كنبغي نخدم بيدي. عندي واحد قياس الملح، عندي البنات واحد معلقه كبيره ديال الخميره خبز، زيت شويه باش نسرع ليها التخمير، وندير واحد شويه زيت بلديه، جوج معالق كبار هكذاك. وغنبداو البنات غنعجنها بالماء دافي غير بيديا. ندير الماء دافي البنات، غنعجنها غير بيديا. غير كنخلط البنات تتنسجم ليا العناصر مع بعضياتها. العجينة البنات كتبغي تكون جارية، حتى البنات صافي. غنزيد شويه الماء البنات، دابا البنات غنغطيها ونخليها تخمر حتى تخمر البنات، ونتلاقاو باش نقول لكم كيفاش غندير الخدمه. البنات بعد ما خمرت ليا العجينه ديالي، شوفوا البنات كي دايره، راه جاريه كتبان لكم هابطه. نجيب واحد عندي البنات زلايف فاش غنطيبها، مدهونين بالزبده ومرشوشين بالسميده، وعندي هنا الزيت باش غندهن يديا، عندي هنا البنات السميده اللي غادي نعاود نقرص بها. كندهن البنات يديا مزيان بالزيت، وكناخذ واحد القياد باش كيجيونا صغير خبيزه صغير صغارين البنات. لاحظتوا البنات خبيزات، ها غندير لها وجهها بحال هكذا. غنحاول ما ندخلش ليها البنات السميده، نقرب لكم، غنحاول ما ندخلش ليها السميده. دقيقه البنات، نحاول ما ندخلش ليها السميده غير من الفوق بحال هكذا. نهزها نحطها نخليها ترجع تعاود الخميره في الزلافه. كنظن البنات يكون هادشي مفهوم. غنمسح يدي بالزيت، غنجي لعجينتي اللي جاريه هاكا، تجي دايره بحال عجينه الشفنج البنات. شي نهار ندير معكم الشفنج. هانتوما البنات شتا جاريه، غندير لها وجهها في السميده، ونعاود ندير لها التحت ديالها في السميده. كنحاول ما ندخلش لها السميده لداخل باش ما تجينيش مدقصه، وكنحطها في الزلافه. نكمل معكم البنات وحده اخرى باش نسهل عليكم سميتو، تلاقاو منين بغينا نطيب. هيا البنات شوفوا جاريه، كنجمعها بحال هكا، يدي فيها الزيت باش كنعاون، ونحطها وجهها في السميده، نعاود نقلبها ظهرها في السميده، ونهزها ديريكت الزلافه اللي مدهونه بالزبده ومديوره في السميده. دابا البنات عاودوا نتلاقاو منين بغينا نطيبهم، غنخليهم البنات يخمروا حتى يخمروا ونوريكم كيفاش، ونعاود ندخلهم يطيبوا. بنات قبل ما تخمر
عندنا واحد الميس يكون ماضي، غندهنوا ليه شويه، ندهنوه بالزيت البنات باش حيت هذه جاريه، غندهنوه بالزيت ونديروا واحد الشريطات بحال هكا. كل مره كندهنوا البنات بالزيت كنديروا شريطه ملي يتنفس لينا الخبز ديالنا وكيجي المنظر ديالو زوين. وهاد الخبز البنات يقدروا عوض ما نديروا ليه السميده، قدروا الا كانوا عندنا دوك الحبوب البنات اللي كيكونوا مخلطين اللي كيكون فيهم الزرارع وزريعه زريعه ديال نوار الشمس وكتكون فيهم بزاف ديال الزرارع، كنديروا بلاصه السميده كنمرمدوه بديك ونتمنى البنات يعجبكم هذا الشيء. ودابا نشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله منين ندخلهم يطيبوا. والفران البنات كنشعلو لتحت والفوق على 250 درجه، لان هذا الخبز كيبغي حنا كنعرفوا الخبز باش يجينا رطب خصو تكون درجه الحراره عاليه، الا كانت درجه الحراره هابطه الخبز كيجينا قاصح كياخذ وقت طويل باش يطيب كيجينا قاصح لان كينشف من الماء اللي فيه. حنا خصنا يجينا رطب كنديروا ليه درجه الحراره عاليه باش في ساعه كيطيب وكيبقى رطب مزيان من الداخل. ونتلاقاو البنات منين نطيبوه، منين غنبغي نديرو في الفران غنوريكم، ومنين غادي نطيبو غنوريكم. تما على الفريز ديالنا كيطيب، يطيب البنات ونشوفوه مع بعضياتنا ان شاء الله يا ربي. البنات الخبيزات اللي صايبنا مع بعضياتنا طابو راه باقيين سخانين، شوفو البنات راه مكيلصقو ما والو. هانت كتحيديهم ديك الزبده اللي دهنا لتحت والسميده لاحظتو، كتحيدوهم البنات مكيلصقو حتى حاجه البنات. وهاد الزلايف البنات راه ما كطرى ليهم حتى حاجه، هادو البنات دوك الزلايف ديال البديع اللي كيتباعو بخمسة دراهم كنشارياهم كنخليهم غير لهاد المهمه، ما كطرى ليهم حتى حاجه البنات، تغسليهم كيرجعوا كيشعلوا. انتما البنات الخبيزات ديالنا كيجاو قسخونين البنات، قلت لكم انا راه يديا مولفين على السخونيه. حيدوهم مع بعضياتنا نديرهم في هاد الشبيكه. الخبز البنات بلاتي نقاد الكاميرا ونقطع لكم في وحده تشوفوها كي جات. البنات هانتوما قطعنا خبيزه شوفوا باقي سخون ديال الزرع، ها هو البنات شوفي كيجي كتجي القشره ديالو البنات لبرا غليظه قاصحه بحال ديال الباكيط، والداخل كيجي رطب. وكنتمنى يعجبكم البنات، ولا عجبكم قولوا لي ديروا لي لي لايك وبارطاجيو معايا وبالصحه والراحه. بنات دوك الخبيزات ديالنا اللي طيبنا نوريكم الطريقه باش كنقدمهم انا، قدموا بحال هكا البنات بهذا الشكل البنات كيجيو كيجيو البنات شوفوا كي شوفوا الداخل ديالهم البنات كي داير كيجي مجعب. الوليدات الفطور كلشي دهنوهم مثلا ب نوريكم البنات حتى البنات كيجيو زوينين وبالصحه والراحه. وكما كنقول دائما الى عجبكم تابوناو